صباح الخير كمان مرة، صباح الخير للجميع. نلتقي بكم مجددا من أحد المراكز المهمة في باريس. في نحن نتواجد الآن في KFC، حيث أردنا الاستراحة قليلا بعد الجولة في السوق الشعبي. احنا الآن في جو ماطر هنا من داخل KFC. انا بصور هنا زجاج، هاي هناك الناس عاملة شمسيات، مطر في الخارج، درجة الحرارة 20، الطقس لطيف جدا، واحنا بنشوف الناس كلها شمسيات. هنا ابو حسام، هو من حسام، جايين مشتريين اغراض، قاعدين مشتريين اغراض، وهي جايين على KFC كمان. ام حسام اياها بس حابين يتبلبلوا في الامطار كيف بدهن. كمان مرة نتواجد الآن في باريس، عاملين استراحة في أبو حسام. أنت عملت جولة تسوق، جولة تسوق لمين هاي أبو حسام؟ للأحفاد. نحن ما بدنا نحرجك وتسمينا لمين من الأحفاد، لأنه أنت في بث مباشر، فتريح هسا. وإحنا بنعزمك كمان، نعزمك على شو اسمه هذا يا فاطمه؟ قهوه مع شو اسمه؟ كريمه. قهوه مع كريمه. بنعزمك على قهوه مع كريمه ابو حسام من KFC. وين الباقي ابو حسام؟ لسا بيصلك، اقعد انت وام حسام، بيصلك وانت قاعد. روح جيبي له يا فاطمة، جيبي لابو حسام قهوة مع كريمة، هو وام حسام كمان. كما ذكرنا الطقس ماطر. تفضل ابو حسام، ارتاح عبين ما تصل القهوه. هنا في داخل KFC نتواجد. ناس قاعدة، أبو حسام ارتاح. فاطمة راحت تجيب الطلبية. قهوة مع كتسافة. تقدر تبدا ابو حسام؟ لا هاي بعدني انا مش بادي. هاي هذا الي وانت انت معزوم، تفضل. امسك ابدا. لا هذا الك، هذا صدق. اهلا وسهلا ابو حسام، الطقس ماطر لطيف جدا. هلا ابن عمي، طيب احنا من قلته نكتفي بهذا البث المباشر.
بدنا نشرب القهوة، لأنه القهوة الجاهزة صارت من الكي اف سي. بنقول لكم نلقاكم في المحطة القادمة، إلى اللقاء.